السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحصص اللي فاتوا تعلمنا كيف نوصلوا حتى ليكواسيون ديفيرونسيال دو لاغرانج ونبسطوه حسابات كيف نخدموا كاع نحلوا التمرين. دروك شبقى لنا الخدمة اللي تأتي مورا ليكواسيون ديفيرونسيال. وصلنا ليكواسيون ديفيرونسيال دروك شنو نزيدوا عليها؟ كاين صوالح نزيدوا نخرجوهم ونزيدوا حلول وهذوك صوالح. دونك الحصة تاع اليوم غادي تكون تقريبا حفظ. كاين واحد القوانين الاحسن انهم يتحفظوا، يعطيك تبرهنهم في الاكزام ولا بصح غادي يدوك بزاف الوقت. الاحسن تكون حافظهم وتكتب ديريكت باسكو في الاكزام راك محاصر بالوقت. دونك نبداو الخدمه تاعنا. يقول لك اون ايكواسيون ديفيرونسيال دو ديزيام اورد prendre la forme suivante. حنايا ديجا ليكواسيون ديفيرونسيال اللي خرجناها المره اللي فاتت في ليكزيرسيس ولا كاع اللي غادي نخرجوها غادي تكون دو دوزيام اورد. تسمى اكبر مشتقه فيها هي المشتقه الثانيه، هذه اللي اسمها دوزيام اورد. يقول لك الشكل تاعها يكون كيما هكا، سي توجور يكون كيما هكا، كي دو بوين بلس دو لاندا فوا كي بوين بلس اوميغا 0 او كاري كي ايغال ا دو تي. الشكل تاعها يكون هكا سيبو. على هذا هو يحوسك هذا اللي تحفظه، هذا الشكل يكون كيما هاك اللي غادي تخرج لك يكون هاك الشكل تاعها. حيث لاندا واوميغا 0 سون دي كونستون بوزيتيف، هادو واوميغا 0 هادو يكونوا بوزيتيف سيبو. هو هنا شي حوسك خطاخه في ليكزيرسيس كيما المره اللي فاتت خرجنا ليكواسيون ديفيرونسيال. من بعد تقبض هذيك ليكواسيون ديفيرونسيال اللي حسبتها في الاكزيرسيس وتعاود تكتب هذه معاها، واش دير؟ دير مطابقه. كي تطابق كي دير مطابقه تعرف دو لاندا بشرط. هنا قلنا علاه قلنا اللي نقلعوا اللي يكون مضروب هنا باه تخرج لنا من هذا الشكل. دونك اللي غادي يكون مضروب في الكي بوين هو دو لاندا، ويقول لك جبد لي لاندا شحال. دونك لاندا هو هذاك اللي ستو في ليكواسيون ديفيرونسيال تاع التمرين تقسيم دو سي بون. وهنا اللي يكون مضروب في الكي هو الاوميغا 0 او كاري، دونك الاوميغا 0 هو لا غاسين تاع هذاك اللي كان مضروب في الكي كي من هاك. والأ دو تي ثاني دير مطابقه اللي راهي منا كما في ليكزيست اللي فات كانت سي 0. دونك غادي نكملوا في هذوك لي سوليسيون. انا نقدروا داك نجيب دو لاندا اوميغا 0 راني جبدناهم. نقول لك لي سوليسيون، شوف الاولى نتحطوا في دو كا، كاين دو كا شامل كبار. هذا الأ دو تي خطرات يكون يساوي 0 خطرت ما يكونش يساوي 0. وانت ما يكونش يساوي 0 كيكون عندنا اون فورس اكستيريور، هذوك اللي قنبرهنوها حسابات الحلول. دونك الحلول هذو اللي غادي نعطيهم هما غير في الكا تاع ا دو تي كون 0. دونك العباره كي تولي يساوي كي دو بوين بلس دو لاندا كي بوين بلس اوميغا 0 او كاري فوا كي ايغال 0. هذا هو الكا اللي رانا طحنا فيه سي بون. هذا هو الكا اللي غادي نخدموا به تاعي. هذا كما راكم تشوفوا فيه هذا فاني فيه دو كا جينيرال. بون ملاحظه هذه ليكواسيون كي تكون هذا التيرم يساوي 0 نسموها اوموجين، سي ليكواسيون ديفيرونسيال اوموجين. هذا لو كا اوموجين. كي يكون هنا كاين حيه نسموها افي سكوند مومبر. ملاحظه هذه سي نطيحوا هنا في دو كا. شوف دروك يا اما هذا اللاندا يكون يساوي 0 ولا يكون ديفيرون دو 0. الكالول اذا كان هذا اللاندا يساوي 0، واش معنى اللاندا يساوي 0؟ معنى هذا التيرم كاع ما غاديش يخرج لك، هذا كيو دو سي بون. هذا كاع ما غاديش يخرج خاطر عليه راه مضروب في 0. تسمى تولي لك معادله كي دو بوين بلس اوميغا 0 او كاري كي ايغال 0. نعطيكم ملاحظه، هذا خبركم متى يخرج لكم ايغال 0؟ ما يخرج لكمش. كاين هذا كي ما يكونش كاين احتكاك، كي ما يكونش كاين احتكاك دونك اللاندا هذا غادي يكون 0، هذا التيرم كاع ما غاديش يكون كاين صحيح. شي يقول لك سي لاندا ايغال 0، كي يكون لاندا 0 نسموه لو ريجيم اي هارمونيك، معناها بيريوديك دوري، يكون دوري ما كاينش احتكاك يقعد غير يتعاود كاع ما يحبش. هذا هو تولي المعادله من هذا الشكل كما قلنا. نسموها سي ليكواسيون ديفيرونسيال كي ريجي لو موفمون دان اوسيلاتور هارمونيك. والحل تاعها يكون من هذا الشكل كيو دو تي ايغال ا فوا كوسينيس اوميغا 0 دو تي. اوميغا 0 هو هذا اللي غادي انت تجبده بالمطابق بلس في هذا الا وهذا الفي غادي تجبدهم من لي كونديسيون انيسيال اذا عطاهم لك. عندك تولي عندك زوج مجاهل ويعطيك دو كونديسيون انيسيال، تسمى زوج معادلات بزوج مجاهل تقدر تحلها فاسين. هذا الكا الاول. والتمثيل باين انه منحنى تاع الحركه تاعنا هنايا هذا لو تي وهذا لو كيو.
كيف غادي يخرج؟ قلنا هارمونيك دوري، تما قادر نفرضوه هكا يبدا هكا غادي يخرج كيما ويقعد يتعاود هكا ويقعد يتعاود. عدو ان زمن دوري اللي هو انتي هاونا بار اكزومبل، هذا هو من لهنا ني سي بون. دروك نروحو للكاز زوج كي يكون لاندا ديفيرون دو زيرو. في لاندا ديفيرون دو زيرو فين لاندا ديفيرون دو زيرو؟ تما ليكواسيون ترجع من هذا الشكل، الشكل العام اللي قلنا عليه. تما فاني فيه 3 كا وخد اخرين. لو كا الاول هذو لازم يتحفظوا، لازم يتحفظوا، مهمين بزاف. لو كا الاول هو اذا كان لاندا اكبر من الاوميغا زيرو. كي يكون لاندا القيمه تاع لاندا اكبر من الاوميغا زيرو، نقولوا لو ريجيم اي فورتمون امورتي. لو ريجيم اي فورتمون امورتي، هذو المصطلحات نحفظوهم جماعه صاي. لو ريجيم فورتمون امورتي، الحلول تاع المعادله هذيك كيو دو تي، الكيو دو تي تاعك يكون من الشكل هكا: ا1 فا اكسبونونسيال اس1 فا تي بلس ا2 فا اكسبونونسيال اس2 فا تي، حيث ا1 ايغال اس2 فا كيو0 moins q0 point sur s2 moins s1. Le a2 égale q0 point moins s1 fois q0 sur s2 moins s1. Où le s1 est moins lambda plus la racine de lambda carré moins oméga 0 au carré. Où le s2 est moins lambda moins la racine de lambda au carré moins oméga 0 au carré. يقول لك واحد سؤال صاي، عرفنا هذو الاس 2 والاس 1 هاومينا شهما بذات ال اوميغا 0، شي يقعد لي هذا الكيو 0 والكيو بوان 0 هما لي كونديسيون انيسيال اللي يعطيهم لك. الكيو 0 هي نفسها لو كيو دو 0، وكيو دو 0 معناها شحال كانت القيمه تاع تاع الكوردوني جينيراليزي اللي اختاريتها كي كانت لو تي ايغال 0، هذو هما يعطيهم لك. وهنايا المشتق تاعها عد تي ايغال 0 فاني شحال كان يساوي، هادو دو كونديسيون، هادو دو كونديسيون وين شا غادي يخرجوا لك، تخرج بهم ال ا1 وال ا2 ايا وتعوض وتحسم. هنايا لو ريجيم فورتمون امورتي، اش معناها فورتمون؟ معناها الامورتي قلنا الاحتكاك، وفورتمون تسمى الاحتكاك قوي بزاف صاي. هذا هو، هذا الحاله كي يكون عندنا، هذه الحاله غادي تلاقى معها كي يكون عندنا الاحتكاك قوي بزاف. تما كيف غادي يكون منحى؟ تخيل هنا يكون هاكا الكو في الحاله الاولى كي ما كانش احتكاك كان يدور يدور، بصح هنا الاحتكاك قوي بزاف، تما غير تطلقها تبدا ديريكت، تبدا تفريني ديريكت، تفريني وتروح عند الزيرو، تفريني تهود ديريكتومون تفرين. هذا الكالو. نروحوا للكال زوج الدوزيام كا. يقول لك كي تكون لاندا ايغال اوميغا 0، لاندا ايغال اوميغا 0، دونك هذا لو كان سموه لو ريجيم كريتيك. جماعه هذا نحفظوه، لو ريجيم كريتيك. هذا لو كا كي تكون لاندا ايغال اوميغا 0 سموه لو ريجيم كريتيك. في هذه الحاله تكون الاس 1 ايغال اس 2 ايغال موان لاندا. هذو تحفظوهم، هذو غير حفيظ، ما تقامش ماشي ما تشوفوهاش قوانين معقده، حفظوها حطها ديريكت قدامك وبدا تعوض وتحسب صاي. اس 1 ايغال اس 2 ايغال موان لاندا. والشكل تاع الحل كيو دو تي، الحل تاع ليكواسيون ديفيرونسيال اللي من هذا الشكل، ايغال ا1 بلس ا2 فوا تي لو تو فوا اكسبونونسيال موان لاندا فوا تي. صاي افيك ا1 سي نفسها كي 0، هي نفسها الكونديسيون انيسيال اللي عطاها لك تاع الكيو. والا2 هي كيو 0 بوان، كيو 0 بوان قلنا هي كيو بوان دو تي دو 0 عفوا بلس لاندا كيو 0. هذو هما الحلول صايبه. اسمها هذه غادي تحسبها، هذه تحسبها بعد تجي تعوضهم هنايا وعندك فين لاندا وانت وصلت للحل. هنا في هذا الكا كيفاه غادي يكون الشكل تاع المنحنى تاعي؟ غادي يكون كيما هكا الكيو دو تي لو ريجيم كريتيك. تسمى هنايا ما غاديش يفريني ديريكتومون، تا غادي يفريني هكا كيشغل في الاولى لو كا تاع لاندا كي تكون اوميغا 0 غادي يفريني كيما هكا ديريكتومون يحبس، بصح هنا غادي شويه ويفرين، بصح ما غاديش يدير دوره ولا ديريكتومون يحبس، شي ما يحبسش بالخف. هذا هو الفرق بيناتهم. لو تروازيام كا تاعي هذا فاني مهم بزاف بزاف، لازم نحفظوا هذا العباره تاعو. لامدا تكون اصغر من اوميغا 0، سموه لو ريجيم بسيدو بيريوديك. بسيدو بيريوديك
معناها شبه دوري مش دوري شبه دوري ولكن اللي يسموها لو ريجيم فابلمون امورتي الاول كان فورتمون امورتي هذا فابلمون امورتي تسمى امورتي قلنا هو الاحتكاك تسمى الاحتكاك غادي يكون فابل بزاف هذا هو الشكل تاع العباره تاع كيو دو تي غادي تكون هذا الشكل ايغال ا فوا اكسبونونسييل موان لاندا دو تي فوا كوسينيس اوميغا دي ماشي اوميغا زيرو ملاحظه حرجوا اوميغا دي فوا تي اوميغا دلتا عفوا اوميغا دلتا فوا تي بلس في صح نقول لي واحد شيء اوميغا دلتا هذه علاه ماشي اوميغا زيرو ماشي اوميغا زيرو خاطر هذا يختلف على اللي كالاخرين ما عدوش دور حتى قلنا هو بسيدو بيريوديك مش بيريوديك كون جا بيريوديك دير اوميغا زيرو شاه الاوميغا دي هذه شاه ايغال هي لا راسين تاع اوميغا زيرو او كاري موا لاندا او كاري هذه هي اللي رايني هذا لا راسين هي اللي رايني والا هذا ايغال هو ان سور اوميغا زيرو فوا لا راسين تاع اوميغا دي فوا كيو زيرو او كاري بلس لاندا فوا كيو زيرو بلس كيو زيرو بوان او كاري لو تو راسور لا راسين La phase هذيك داروك هذه الفي هي moins arc tangens lambda q0 plus q0 point على omega d q0 هذو هامينا كم تشوفوا باه ما تجيكم سهله في الحفظ هذا هاوينا وهذا هاوينا تعاود تكتبوني هذا تكتبوا الفوق وهذا في المقام سي بون هذو هما دونك كيف غادي نخرجوا الحلول و دونك هذو كاع اللي درناهم غير في لو كا كي تكون ا دو تي غال زيرو تسمى ما كانش اون فورس اكستيريور مادام ما كانش اون فورس اكستيريور حط هذا القانون كما راه وحسب وما تخافش كاع وكمل التمرين تاعك عادي تعوض ايوا تحسب وهذو لازم يتحفظوه لازم يتحفظوه خاصه على الاقل تكون تعرف هادو لاندا اصغر من اوميغا زيرو سموه لو ريجيم سيدو بيريوديك ولا فابلومون بيريوديك فابلومون امورتي عفوا ولا لي ريجيم كريتيك وينتا اللي تعرف هادو لي كونديسيون هادي لا كونديسيون تاع هذا لو كا لا كونديسيون تاع هذا لو كا باسكو دي فوا يقول لك بار اكزومبل خاطر يقول لك اعطيني لا فالور تاع كاش حاجه بيكون لو ريجيم كريتيك دونك تروح دير هذه الكونديسيون تعوض لاندا بالعباره تاعها ديرها يساوي اوميغا زيرو وتخرج له اللي راه يحوس لك عليه بهذا نكونوا كملنا الدرس تاع اليوم على بالي كان فيه بزاف قوانين بصح ما دونك غير حفيظ ولا ماهوش حاجه اللي غادي تغبنك من بعد وراك تشوفهم في ليكزيرسيس باللي ماهوش حاجه كبيره وهي في ما يعطوكمش في الحساب خطرات ما يعطوكمش هذا خاطش باسكو القوانين صعبه باش تحفظهم يقول لك ينسى هذيك مي لازم واحد يعرفهم ويحفظهم اي السلام عليكم تلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله ودمتم في رعايه الله اذا عجبك الفيديو ما تنساش دير اعجاب واشتراك في القناه باش تشجعنا باش نديرو دورات تعليميه اخرى واللي عنده استفسار او اي سؤال يخليه لنا في التعليقات نحاول نجاوب عليه في اقرب وقت نلتقي في حصه قادمه ان شاء الله.